السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. النهاردة يكون الفيديو طبعا عن الجزء السادس من سلسلة النصر السعودي ضد أقوى فرق أوروبا بيس 21. طبعا كان في أجزاء اللي فاتت، طبعا هحط لكم برضو الروابط أو القائمة طبعا اللي فيها فيديوهات سلسلة النصر السعودي ضد أقوى فرق أوروبا. عندنا النهاردة بقى الجزء السادس، هيكون أول ماتش في الحلقة هيكون قصاد أتلتيكو مدريد الأسباني، ده الماتش 16 للنصر السعودي. فيلا بينا نبتدي بسرعة الماتش كده ونشوف هنعمل ايه. أول ماتش لينا في حلقة النهاردة قصاد أتلتيكو مدريد الأسباني. اكتبوا توقعاتكم كده في التعليقات، مين اللي هيقدر يكسب في الماتش، أتلتيكو ولا النصر؟ طبعا كريستيانو وزمايله هيقدروا يعملوا المفاجأة ويغلبوا أتلتيكو مدريد، هنشوف دلوقتي. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. رونالدو، ايوه يا جامد يا كريستيانو يا جامد، هي دي كورة ترقيصة بعكسة بشوطة بجون على طول، ما فيهاش فصال. نشوف الإعادة كده، جون مزاج على الرايق. هنبص كريستيانو ودى هنا على طول عكس على الناحية التانية. طالما كريستيانو شاط بنسبة 99% و9 من 10 جون. هنبصوا التهويشة دي، وداه بصوا وداه الناحية التانية خلاص كده، بص على الجون وشاط. حلوة رونالدو، حد يقفل كويس. يا جماعة فين اللعيبة بتوع أتلتيكو مدريد بيضغطوا على طول أول ما الكرة تتباص. عدت من جنب الآن. وانه قادر على ان يهز الشباك من هذه المسافه، فرصه ذهبيه لكن لم يترجمها الى هدف. ماني، ساديو ماني، إجراتيليس، ماشي ماني تاني، روح روح على رونالدو. يلا رونالدو، يا سلام يا رونالدو يا جامد. تاني جون لرونالدو في الماتش، واحده بالرجل واحده بالدماغ، بيشكل لهم كده شويه اجوان. عالمي جملة ولا أروع من البداية لحد ما نهيناها في الجون. شوفوا الكرة، اتفرجوا كده، بصوا كوباية قهوة جنب الجون كده وانت بتتفرج، واتفرج على الرايق. حلوة رونالدو، اقفل اللي بيهببه ده، جاب جون. يعني عيب ان النصر يجي فيهم جون بالطريقة دي. ارزع، خلص الشوط الاول، جونين لرونالدو في الشوط الاول، يعني حاجة على مستوى عالي. مراتا جاب جون، معرفش النصر الدفاع بيتفرج سايبينه. نشوف الشوط التاني هنعمل ايه ونحاول نحافظ على الفوز، لان احنا محتاجين الفوز. تاليسكا، اجري، ايوه كده صح. تاني رونالدو كان هيجيب الهاتريك، معرفش ضاعت ازاي. بسم الله، حلو. ازاي بقى انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. الله حكم بقى، حاول صفر دلوقتي. ايوه كده، خدنا التلات نقط من قصاد اتلتيكو مدريد، عملنا مفاجاه. كريستيانو ابدع النهارده، جون بالرجل جون بالدماغ، يعني ظبط الاتلتيكو. عندنا لايبزيج غلبوا باريس 3-1، واحنا طبعا غلبنا الاتلتيكو 2-1. دورتموند فاز 1-0 على توتنهام، وعندنا ارسنال فازوا 4-2 على جلاطا سراي، والبايرن فازوا 4-2 على برشلونه، وعندنا اي سي ميلان فازوا 2-0 على الليفر، وعندنا مانشستر سيتي فازوا 4-2 على انتر ميلان، ونابولي فازوا 3-0 على الاياكس، وعندنا ريال مدريد فاز 1-0 على اليونايتد، وبشكتاش غلبوا بورتو 4-0. نشوف الترتيب، احنا كده مركزنا دلوقتي ال 16. النقط بتاعتنا طبعا 18، اي سي ميلان 19، جلاطا سراي 19 اللي هم فوقينا، يعني احنا فرق نقطة بس كده. نشوف الماتش اللي جاي هنلعب مين. هنلاعب لايبزيج، ماتش هيكون برضو صعب، لايبزيج برضو فريق مش سهل. فيلا نبتدي الماتش ونشوف هنعمل ايه قصاد لايبزيج الالماني. الدفاع فين
حلوة أوزبينا. كرة طويلة للأمام. يمر يلعب كرة بينية. مرت الكرة. هنريكس. مرت بورسن. الله يجري هنا. صح. الكرة تصل إليه. ارزع. حلوة. ملعوبة قصيرة من توليسكا. الله رونالدو ارزع الرزعة بتاعتك. حلو. قد تكون هذه فرصته. وعرضية تانيسكا. الشوط الاول خلص 0-0 يعني برضو احنا ضغطنا ضغط كويس ولايبزيج برضو فريق خطير. بس هنشوف الشوط التاني هنعمل ايه وهل هننهي بفوز هنشوف. لمسة بينية. حلوة اوزبينا. حلوة. عدت من جنب القايم حاجة بسيطة. بولسن يلعب كورة للجانب الأيمن. هل ينجح في المرور؟ يلعب الكورة بولسن. بروزوفيتش. ارزع رونالدو. والله حرام الفرصة دي تضيع كمان. كرة طويلة إلى الأمام. وتعود الكرة إلى صفر. خسرنا 1-0 قصاد لايبزيج يعني جون برضو في الشوط الثاني. مشكلتنا الشوط الثاني لعيبة لياقتها بتقل. فدي الخسارة طبعا في الماتش الثاني لينا في الحلقة. أول ماتش كان فوز، ثاني ماتش خسارة. عندنا باريس فازوا 3-0 على بورتو، وعندنا أتلتيكو مدريد وتوتنهام خلص 2-2. دورتموند فازوا 3-1 على أرسنال، بايرن ميونخ فازوا 3-0 على جلاتا سراي، ليفربول وبرشلونة خلص 2-2، وعندنا السيتي وإي سي ميلان خلص 0-0، إنتر ميلان فازوا 4-2 على أياكس، ونابولي وريال مدريد 0-0، اليونايتد 2-0 على بشكتاش. كده مركزنا احنا دلوقتي الـ 16 زي ما احنا. هنخش بقى على آخر ماتش في الحلقة وهيكون قصاد بورتو البرتغالي، ده الماتش الـ 18. للنصر في بطولة طبعا سلسلة النصر السعودي ضد أقوى فرق أوروبا. فنشوف ماتش بورتو كده هنقدر نكسب ولا لا. هنبتدي الماتش كده ونشوف هنعمل ايه. روزوفيتش يلعبها عرضية. يلا رونالدو. يلا رونالدو ده انت جوه الشبكة. جون للنصر في الدقيقة 15. لا بروزوفيتش مش رونالدو. يعني غريبة ان بروزوفيتش جاي في مكان كريستيانو اللي هو الفيرويد. حلوة الكورة اتلعبت مفاجأة لدفاع بورتو. يعني بصوا الحارس اتلخبط خبطت فيه ردت في مانيه قبل ما تخرج كمان. كويس اول جون للنصر ضد بورتو. اقفل اقفل يا ابني اقفل ما تسيبوش يشوط ما تسيبوش يشوط. عدل. اضغط اضغط. ما تسيبوش يشوط برضه بيشوط. الدفاع اطلع. يلعبها كرة رأسية خطيرة. بورتو يا جماعة بيهددوا النصر بكذا كورة. والله بنقطع سايبه تشوط سايبه يشوط براحته سايبه يشوط براحته. الله رونالدو. يلا حد يكمل حد يكمل حد يكمل يا جدعان. كرة من جهة اليمين. الدفاع الدفاع. ينجح في لعب كرة عرضية على الطاير. يجرب كبيرة في المباراة. الشوط الأول بعد ما كنا كسبانين بقى 2-1 في آخر اللحظات. يا حكم مش ضربة جزاء ذمتك دي مش ضربة جزاء. كريستيانو رونالدو لمسة بينية. كريستيانو رونالدو. رونالدو ارزع ارزع رونالدو. ايوه التعادل هو رونالدو. يلا رونالدو حاول جيب الثالث كمان في ربع ساعة نقدر نجيب الثالث. يلا ما نجري. مرت الكرة. كريستيانو رونالدو. يلا رونالدو لمسة على اليسار. يحاول تمريرها من بين المدافعين.
حكم صفر، خلص 2-2 معقول يعني، كنا مغلوبين 2-1 بعد ما كنا طبعا كان في الاول كنا في كان فايزين 1-0 في الدقيقه 15 اول جون، قدروا يجيبوا الاول والثاني في اخر الشوط الاول، وبعدين قدرنا نتعادل عن طريق رونالدو. عندنا باريس واليونايتد خلص 0-0، وماتشنا طبعا خلص 2-2، ولايبزيج فازوا 2-0 على توتنهام، وارسنال اتعادلوا مع اتلتيكو مدريد 1-1، جلاتا سراي اتعادلوا مع دورتموند 1-1، عندنا ليفربول وبايرن ميونخ 0-0، برشلونه فازوا 3-0 على السيتي، اياكس فازوا 4-0 على اي سي ميلان، ريال مدريد فاز 1-0 على انتر ميلان، نابولي فاز 1-0 على بيشكتاش. نشوف الترتيب، احنا مركزنا 16، ما بنتحركش من المركز ده. الحلقة اللي جاية هيكون ماتش جامد جدا قصاد مانشستر يونايتد، ده الماتش هيكون 19 للنصر. فلو عجبك فيديو النهاردة اضغط لايك للفيديو، وطبعا اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.